تسخير العلوم والتقنيات الحديثة لخدمة الطب والوسائل العلاجية أتاح أفاق واسعة للتطور في مجال نقل الأعضاء البشرية من الأحياء أو من المتوفين حديثاً، وهذا ما أنعش أمال العديد من المرضى بالشفاء من أمراض يصعب الشفاء منها بالطرق العلاجية التقليدية. وعلى الرغم من اختلاف الآراء الدينية وحتى القانونية أحياناً على شرعية وقانونية نقل الأعضاء البشرية وما بين مؤيد ومعارض ومتحفظ، ومع الأخذ بالاعتبار التحذيرات من دور تجار البشر في استغلال الحاجة الإنسانية للمرضى، يبقى نقل الأعضاء البشرية حلاً شافياً ومنطقياً ويمكنه أن يحقق نجاحات علمية لافتة في المستقبل. ولقد أرهقت جرائم زرع الأعضاء على دار السنوات الأخيرة الحكومة وأثارت الكثير من الجدل، وهو الأمر الذي دفع الحكومة من خلال وزارة الصحة إلى تغليظ العقوبات على هذه الجريمة، الأمر الذي قضى عليها جزئيا بنسبة 80%، لكن بات الأمر مقلقا وملزما بالقضاء على تجارة زرع الأعضاء نهائيا ليتم وضع استراتيجية لمواجهة هذه الجرائم. الاستراتيجية التي حددتها وزارة الصحة للقضاء نهائياً على سماسرة بيع الأعضاء البشرية تعتمد على قبول التبرع بالأعضاء من المتوفين حديثاً وإثبات ذلك ببطاقة الرقم القومي ورخص قيادة السيارات، بالإضافة إلى إنشاء صندوق يوفر زرع الأعضاء لغير القادرين وتخصيص 4 مستشفيات كبرى تتولى مسألة قبول التبرع بالأعضاء من المتوفين حديثاً، فضلاً عن إنشاء بنوك لحفظ الأعضاء البشرية. وحددت وزارة الصحة 4 مستشفيات حتى يتم فيها قبول التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة، بالإضافة إلى أنه سيتم البدء في إنشاء من 2 إلى 4 بنوك لحفظ الأعضاء، على أن يتم عمل بنك في كل محافظة، وعلى أن يكون حفظ الأعضاء وتوفرها للقادرين وغير القادرين، وهو ما سيقضي تماما على السمسرة وتجارة الأعضاء البشرية نهائيا من البلاد. وأعلنت وزارة الصحة والسكان في شهر إبريل الماضي إصدار 15841 موافقة على عمليات نقل وزراعة الأعضاء ما بين كلى وكبد ونخاع منذ صدور قانون زراعة ونقل الأعضاء البشرية وحتى الآن، مؤكدا أن الموافقات صدرت بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية ووفقا لنصوص القانون ولائحة اللجنة العليا لزراعة ونقل الأعضاء. فهل ما تقوم به الدولة من محاولات للحد من تجارة الأعضاء وتوفيرها بشكل قانوني لجميع الفئات سوف يحد من عمليات الإتجار، أم الجدل سوف يتصدر المشهد كالمعتاد كلما ذكر هذا الموضوع؟ نشوى عبد العاطي، مساء دريم.